كنت هو انت بادئ. ماشي. سؤال، انت قلت لي انت بايو انفورماتكس والكلام الجميل ده، هو هل طالب صيدله محصور في الاقسام اللي موجوده عنده في الكليه ولا مفتوح له حاجات كتيره؟ يعني ايه اللي بيحصل بره يعني لما انا بقدم؟ نرجع خطوه بس شويه ورا. مش بالظبط يعني، احنا شغلنا دايما هتلاقيه ما بين طب وعلوم وصيدله حسب بقى التخصص اللي انت مختاره، يعني مثلا تحليليه واورجانيك والحاجات دي في علوم، فارماسيتيكال ساينسز او اللي هو الصيدلانيات، والميديسينال كيمستري صيدله. لو سمحت، بتاع اليورو ساينس مثلا، حابب اليورو ساينس ده مفتاح للصيدله مع انه ما بس ده غالبا طب، يعني نيورو ساينس وفارماكولوجي والحاجات دي كلها هتلاقيها لا، موجوده انا بره. كطالب صيدله اقدر اطمح ان انا اخد دكتوراه في المجال ده. ممكن تاخد طبعا دكتوراه في المجال ده لو عرفت تاخد ماجستير فيه، بحيث انك انت تبقى بنيت قاعده علميه عندك في التخصص ده. جميل. طيب انت بعد كده اتخرجت